مشاهدينا، وللحديث عن الانتهاكات الإيرانية شمالي العراق وتخادمها مع ميليشيا الباكاكا المصنف إرهابيا بالتنسيق مع ميليشيات الحشد، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل. السلام عليكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. بحسب نائب رئيس مجلس النواب الحالي فإنه لا يوجد أي قرار سياسي حاليا لرفض الاعتداءات الإيرانية، ما الذي يمنع هذا الموقف رغم تنفيذ إيران لأكثر من 100 هجوم شمالي العراق منذ عام 2018 وحتى اليوم؟ الذي يمنع هو التبعية الكاملة لهذه العصابات التي تسيطر على العراق وتتحكم بالبلاد وبشؤون العباد ومقدراتهم. هذا ما يمنع يعني التوجه إلى الجهات الدولية أو اعتماد القانون الدولي في النظر إلى هذه القضايا، في حين نجد أن عقيرة هؤلاء ترتفع وأصواتهم تتعالى في أوقات أخرى بدعوى مس السيادة العراقية، إما أن تكون السيادة حاضرة دائما مبدأ وفكرا وسلوكا، و بالتالي يعني تقاس عليها جميع الأشياء، أو أن يكون النظر يغض عن جميع الانتهاكات. الذي نجده هو الانتقائية الواضحة، ورغم أن الاستهداف الإيراني أو العدوان الإيراني على الأراضي العراقية مستمر، وهناك قضم للأراضي العراقية، وهناك توغل كبير في الأراضي العراقية واعتداء على المدنيين العراقيين، لكن لا نجد أي صدى لهذا في المواقف السياسية على كل المستويات، برلمانية كانت أو دبلوماسية أو حزبية أو شعبية. الشعبية أقصد من المنظمات التي ينتمي إليها هؤلاء الذين يتحكمون بالعراق. على العكس من ذلك، النائبة حنان الفتلاوي تعترض على بيان البرلمان العربي الذي أدان القصف الإيراني لشمال العراق، لماذا برأيك تعترض بهذه الطريقة وتثور غاضبة للدفاع عن إيران؟ لأنها موظفة مستخدمة لدى النظام الإيراني من خلال أجهزته العاملة في العراق، ولذلك هم يعني حنان الفتلاوي وغير حنان الفتلاوي نجد أنهم يتصرفون بهذه الطريقة. الحقيقة موقف هذه الناهبة والنائبة بمعنى المصيبة يعني موقف مخزي جدا، أن يعني كل الأعضاء العرب يعملون على إدانة الاعتداءات الإيرانية ضد الأراضي العراقية، في حين تنتفض هذه النائبة وترفض التصويت وتعترض على من صوت بالإيجاب على هذه ضد هذه الاعتداءات. طيب، بالنسبة لموضوع اتفاقية سنجار، النائب عن مجلس النواب يتوعد بمقاضاة حكومة الكاظمي على خلفية عدم إنفاذ اتفاق سنجار، هل يملك الكاظمي فعلا آلية تنفيذ أو إنفاذ الاتفاق في ظل التوافق بين ميليشيا الحشد وميليشيا الباكاكا؟ ميليشيا الحشد هي من جاءت بالكاظمي، وبالتالي لا يمكن يعني أبغى التوافق المعروف بين مقتدى الصدر وهادي العامري في حينها عندما عين مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء، وبالتالي هو لا يستطيع أن يتخطى أوامر من عينه. سلطة الكاظمي والسلطات التي قبلها تدعم ميليشيات أو عصابات حزب العمال الكردستاني الموصوف إرهابيا، ليس من جانب تركيا فقط، وإنما من جانب الاتحاد الأوروبي ومن جانب الولايات المتحدة وفي دول أخرى أيضا، وبالتالي هؤلاء يدعمونهم ويمولونهم ويجهزونهم. وأنا شخصيا اعترف لي أحد وزراء السلطة في إقليم كردستان، وقد نشر هذا الاعتراف علنا، وهو تحدث به أيضا في مكان عام بناء على سؤال وجهته له قبل بضعة أسابيع، أكد أن السلطة في بغداد تقوم بتمويل هذه الميليشيات، ميليشيات حزب العمال، وتستخدمها وتسلحها وتجهزها. وأيضا أضيف لهذا الموضوع أن ميليشيات حزب العمال لديها نائب في البرلمان من خلال ميليشيات الحشد،
هم جعلوا أحد أعضاء مجلس النواب وأعضاء تحالف الفتح هو ممثلا عن ميليشيات حزب العمال الإرهابي. طيب السؤال هنا، ما مصلحة ميليشيا الحشد في الإبقاء على نفوذ ميليشيا البككة المصنفة إرهابيا على هذا الشكل وهذا النحو في سنجار؟ هذا جزء من الابتزاز والإرهاب الذي تمارسه هذه الميليشيات ضد تركيا، وأيضا نوع من يعني الابتزاز التي تمارسه ضد قوات حزب البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. هناك دائما مواقف متشنجة واحتكاك مباشر بين بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين الرافضة لوجود عصابات وإرهابيي حزب العمال الكردستاني في سنجار وفي غيرها، في حين كما قلنا تدعمهم ميليشيات الحشد. هذا نوع من الابتزاز السياسي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى العلاقة مع تركيا كما قلت. طيب بالحديث عن تركيا، إذا كانت تركيا تستند في ملاحقة ميليشيا البككة المصنفة إرهابيا على اتفاق مسبق مع الحكومة في العراق، على أي شيء وعلى أي مستند تقف إيران في قصفها للمدنيين شمال العراق بذريعة أنها تقصف معارضين لها؟ بالطبع لا يوجد أي مستند تقف عنده إيران في اعتداءاتها، وهي ليست فقط تضغط بعض المخيمات التي يقيم فيها بعض الأكراد الإيرانيين الذين لا يمارسون أنشطة، هؤلاء عوائل مدنية بانتظار حسم ملفاتهم من قبل الأمم المتحدة. هناك فرق كبير بين المتمردي حزب العمال الكردستاني الذي تتوجه إليهم تركيا بالهجمات العسكرية، لأن هؤلاء إرهابيين يمارسون نشاطات إرهابية داخل الأراضي التركية، في حين أن الأكراد الإيرانيين الموجودين داخل الأراضي العراقية هم عوائل مدنية مقيمة في مخيمات لا تمارس أي نشاط لا داخل الأراضي العراقية ولا داخل الأراضي الإيرانية، وهم بانتظار حسم ملفاتهم للتهجير للهجرة وللتوطين في دول أخرى من قبل الأمم المتحدة، وهذا تتحمل أيضا الأمم المتحدة مسؤولية حمايتهم ومسؤولية سلامتهم. هذا من جانب. من جانب آخر، الإيران تستهدف باعتداءاتها مواقع عراقية أيضا، كما حصل بالاعتداء قبل بضعة أشهر على أحد الفلل السكنية التابعة لأحد المواطنين العراقيين بدعوى أن هذا مركز للموساد وهو ليس كذلك. بالتالي واستهدفت أيضا مناطق اقتصادية وتستهدف مناطق دبلوماسية وإلى آخره. فهذا عمل عدواني لا يوجد له سند لا في القانون الدولي ولا يوجد سند له في الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.